ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده نحل مع بعض الاكزام. يعني انا سايباكم بقالي شويه، فان شاء الله يعني تكون ما ركنتوش الكيمستري. ويلا بينا، المهم قوي 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 الفيديوز دي. لو انت لسه يعني مش احسن حاجه في الحل، الفيديوز هتساعدك ان انت ازاي بنفكر في السؤال ده، ازاي بنحل السؤال ده. كل ما هتحل معايا اسئله اكتر، كل ما ان شاء الله هيبقى الموضوع بالنسبه لك اسهل واسهل. احنا حالين كم من الأسئلة كبير جدا ومن الأفكار كتير جدا، فما تقلقوش إن شاء الله يعني تكون الدنيا في اللذيذ. ويلا بينا. أول سؤال أنا هبتدي من آخر امتحان، بيقولي the quantity of heat which equals كذا ده الكيو. حلو جدا، قالي أنا عايز أعرف هي بتساوي كام كالوري. طب تعالوا كده نفتكر مع بعض، هو كان كام بيساوي كام، أو الميجرينج يونتس بتاعتهم كانت إيه؟ قالي تمام، احنا المعلومة عندنا بتقول ايه؟ بتقول والله انه ال 1 كالوري بتساوي 4.18 جول. انا حلو جدا، انا عايزة اروح للكالوري، هروح للكالوري. يعني ايه اروح للكالوري؟ يعني هتخلص من الرقم، انا مش عايزة ال 4.18 دي، يبقى بعمل ديفايد. حلو جدا، بس خلي بالك انت عندك حرف الكي ده موجود، واحنا هنا شغالين بالجول. فاحنا قلنا حرف الكي ده بشيله وبكتب مكانه ألف. يعني أنا بالظبط هكتب إيه على الكالكوليتر؟ هكتب 8.36 times 10 power negative 3، وهشيل حرف الكي ده وأحط مكانه الألف بتاعتي. أنا مش عايزاها كيلو جول، أنا عايزاها جيلو جول بس. قالي أوكي ديفايدد، إحنا قلنا إن إحنا نعمل ديفايدد الـ 4.18. لما تحط الرقم ده على الكالكوليتر تطلع الإجابة C. أوكي؟ 2 بيقولي natural transformation natural يعني بيحصل لوحده of كذا to كذا occurs in two steps due to the emission of، بيحصل على خطوتين، قولي في الخطوتين دول هيحصل ايه. قالي طيب تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. مبدئيا تعالوا نشوف كده 238 دي بقت 234، يعني مبدئيا انا كده قليت 4. حلو جدا، انا علشان اقل 4 فانا اكيد عندي الفا، يبقى انا هستبعد ده وهستبعد ده. تمام، قال لي الفا وبيتا بقى ولا الفا وجاما؟ على حسب. تعالوا نبتدي كده واحده واحده وبالراحه. قال لي احنا فوق هنعمل ماينس 4، طب تحت؟ قال لي تحت دي انت هتعمل ماينس 2، ملهي لي من تحت ب 2، ف اللي هيطلع ايه؟ طيب قال لي تعالى بقى نشوف لما تنقص الفا هيحصل ايه؟ قلنا الفا دي 4 و2 زي الفل، كده هعمل فوق ماينس 4 يطلع 234، ماشي، وحاجه اكس انا معرفهاش يعني، و92 ماينس 2 يطلع 90. قال لي حلو جدا، بس مش ده اللي عايزاه يحصل، امال انت عايز ايه يحصل؟ قال لي في خطوه ثانيه هتحصل هتوصلنا للكائن ده. قال لي طيب تعالى نقارن بقى فوق الأرقام زي ما هي، 234 طلع 234، يبقى أنا كده شلت صفر. طب تحت زاد واحد، هو كان 90 بقى 91، زاد يبقى نيجاتيف نيجاتيف، يبقى دي نيجاتيف 1. هو مين اللي نيجاتيف 1 و0؟ قال لي دي بيتا، يبقى كده الإجابة بتاعتك هتكون إيه؟ ماشي، نشوف نمبر 3. قال لي في نمبر 3 6 جرامز، جرامز ده كده ماس. Of a radioactive element, its half lifetime is كذا، أنا اديتك تي هاف، أوكي؟ قالي what is the remaining mass؟ remaining ده كده يعني في النهاية، اللي هيتبقى في الآخر، ماشي، after passing 312 days. طيب بالراحة كده، هو إيه القانون اللي عندنا؟ إحنا عندنا قانون واحد بنشتغل بيه، التي هاف بتساوي التوتال تايم على الدي. قالي حلو، انت عندك التي هاف ب 78، التوتال تايم عندي ب 312، يبقى اعرف اطلع الدي بكام؟ شفت كالك على الكالكوليتر هتطلع، تطلع الدي ب 4. يعني ايه بقى الدي ب 4؟ يعني هرسم اربع اسهم، كانت 6 جرام هتقل للنص تبقى 3 جرام، ده اول سهم، هتقل تاني للنص يبقى 1.5 جرام، هتقل تالت للنص، هتقل رابع للنص تبقى 0.375.
قالي ليه؟ ليه يا ميس هتقل رابع؟ ليه؟ ليه؟ قلنا دي فور، الدي فور يعني تقللها 4 فترات، وكده تبقى الإجابة زي ما انتوا كده شايفين دي. اوكي نشوف نمبر 4. بيقولي according to the following thermochemical equation. قبل ما بحل وقبل أي حاجة شوف هو مديني ايه. والله هو مديني دلتا اتش بالنيجاتيف. نيجاتيف يعني اكزو، يعني بخرج حرارة، اكزت. هلي اوكي، what is the quantity of heat؟ حضرته عايز كيو. released on burning مديني mass sulfur dioxide، ومديني المولر mass بتاعها. قالي اوكي انا كده بشتغل ازاي؟ والله احنا عندنا قانون للكيو اللي هو ام سي دلتا تي. حضرتك عندك ام؟ عندك سي؟ لا. عندك دلتا تي؟ لا. يبقى مستحيل استخدم القانون ده. يبقى هنستخدم انهي قانون؟ لو انت قدامك القوانين فكنا كاتبينه ده القانون الثالث، هي دلتا اتش بتساوي نيجاتيف كيو اوفر ان. قالي حلو جدا، الكيو انا عايزها، دلتا اتش عندي، يبقى سهل اجيب النمبر اوف مولز. يلا بينا كده نجيبه. النمبر اوف مولز بيساوي ايه؟ والله بيساوي ماس على مولر ماس. طيب حلو جدا، الماس هو مديهولك ب 87.9، المولر ماس كتر خيره برضه اداهولك ب 64. كل موضوع تقسم الرقمين على بعض تشوف على الكالكليتر بكام. قال لي تمام، قال لي اوكي طلعنا النمبر اوف مولز. نستخدم القانون بقى. بس خلي بالك القانون ده انا بستخدمه والدلتا اتش ب 1 مول، دلتا اتش بتاعت 1 مول، وانا مدي لك الدلتا اتش بتاعت كام مول؟ لا زي ما انت شايف كده انا مدي لك 2SO2 طلعت لي 2SO3، يعني انا مدي لك بتاعت ال 1 مول. قال لي طب ثانيه واحده كده، يعني 2 مولز بتطلع لي نيجاتيف 198.2، ال 1 مول بتطلع لي كام؟ والله ده كده الموضوع سهل جدا، انا كل الموضوع هعمل ديفايدد 2 يعني مش حوار. تمام، هتطلع معاكم 99.1 طبعا بالنيجاتيف زي ما هي. اوكي نعمل ايه بقى؟ قال لي كده نقدر نستخدم القانون، الدلتا اتش بتساوي نيجاتيف كيو اوفر ان. طيب الدلتا اتش استخدم نيجاتيف 99.1 ليه؟ عشان ده ستاندرد، عشان ده لازم فور 1 مول. اوكي طيب الكيو انا ما اعرفهاش، طب الان احنا طلعناها ب 1.37343، كده حضرتك تبقى طلعت الكيو. بس ما تنساش النيجاتيف دي بتتكتب على الكالكيوليتر، النيجاتيف دي بتتكتب على الكالكيوليتر، بتكتب على الكالكيوليتر زي ما هي بالظبط، تطلع الاجابه معاكوا ايه. نمبر 4، نمبر 5 بيقولي the actual mass، الماس الحقيقي of the nucleus of iodine is كذا. اوكي the mass of one proton، البروتون بكذا، the mass of one neutron، النيوترون بكذا. اوكي what is the binding energy per nucleon؟ ده انا كده همشي الخطوات بالملي زي الفل. عندي actual mass، يلا نجيب theoretical mass. طب theoretical mass بقى احنا كنا بنجيبه ازاي؟ قال لي اوكي تعال نشوف كده theoretical mass كان بيتجاب ازاي. والله ادي theoretical، القانون بتاعها كانت بتقول لي النمبر بتاع البروتونز في الماس بلس النمبر بتاع النيوترونز في الماس. حلو جدا، هو البروتونز بكام؟ مكتوب لك اهو ان الايزوتوب بتاع الايودين 53، البروتون ده الرقم اللي تحت، يبقى انا هعمل 53. طب الماس بتاع البروتون بكام؟ هو مديهولك 1.00728. اوكي بلس ادي نمبر اوف نيوترونز، النيوترونز بتنط من فوق لتحت، بتنط يعني بعمل اللي فوق ماينس اللي تحت. قال لي اوكي على الكالكيوليتر تطلع 74 تايمز الماس بتاعها برضه هو مديهولك. كده انا جبت ثيوراتيك الماس، ما تنساش تحطها زي ما هي بالبراكتس على الكالكيوليتر هتطلع معاك. كده جبنا الماس ثيوراتيك. قال لي بقى احنا بنستخدم ماس اسمه ماس ديفكت. هو ايه الماس ديفكت؟ والله ده ماس ثيوراتيك
minus mass actually. يبقى كل اللي هتعمله انك هتعمل الرقمين minus بعض اللي هي 128.02668 minus الاكتوال اللي هو مديهولك بالمسألة. قال لي كده طلعنا mass defect يبقى سهل اجيب binding energy. قانون ال binding energy mass defect times 931 يبقى اللي طلع ده هنضربه في 931 يطلع معاكم 1,480 or 48.5666 8. وزي ما انتم شايفين كده احنا مش بنعمل approximate ولا اي حاجة، احنا بنكتب الارقام زي ما هي. قالي اوكي الرقم اللي طلع ده the total binding energy. طب حضرتك عايز التوتال؟ لا انا عايزة binding energy per nucleon. قالي ده كده قانون تاني binding energy per nucleon. يعني ايه بقى binding energy per nucleon؟ قالي بتقسم binding energy اللي انت حسبتها على الماس نمبر اللي هو اديهولك. البايندينج انرجي اهي طالعة معانا، اكتب الرقم زي ما هو بالظبط على الماس نمبر اللي هو الرقم اللي فوق اللي هو 127. تطلع الاجابة دي وكده يبقى نمبر 5 اتحل. اوكي تعالوا نشوف نمبر 6. بيقولي the following equation represents the reaction of adding hydrogen to ethylene. لنبص كده هلمح بعيني bond energy. يعني ايه bond energy؟ اللي لا بالراحه كده اول ما بشوف الكلمه دي يبقى لو هكسر هكسر هحطها بالبوزيتيف، لو هكون هحطها بالنيجاتيف. احنا متفقين اول ما بشوف الحاجه دي بعمل كده. قال لي اوكي طيب نعمل ايه؟ مبدئيا لازم اشوف الشكل كامل بتاعي. هو كتب لك الرياكشن بس مش مدي لك الشكل كامل. تعالوا نشوف بقى الشكل كامل هيبقى ايه. مبدئيا CH2 قال دي معناها C ماسكه في H ماسكه في H. بعد كده 2 bonds زي ما هو كتبها اهو CH2 تانية يعني H و H plus H2. يعني ايه H2؟ يعني H ماسكه في H. هيطلع لي C2H6. C2 يعني C و C، H 6 فهم 3 هنا و 3 هنا، فادي H ادي H اهو، ونفس الكلام الناحية الثانية. طبعا هتعد البوندز بتاعتك، حوالين السي لازم يكون في 4، حوالين الاتش يكون في 1، هتلاقيها مظبوطة. طب القانون اللي احنا حافظينه بيقول لي ايه؟ دلتا اتش final minus initial product minus reactant. بس خلي بالك لو انا هكون بالنيجاتيف، لو انا هكسر بالبوزيتيف. طب تعالوا نعملها كده بالراحة. قال لي البرودكت، البرودكت اللي طالع ده اللي بيتكون يبقى نيجاتيف برودكت، الرياكتنت ده اللي بيتكسر يعني بوزيتيف رياكتنت. قال لي تمام تعالى بقى نحلها مع بعض. ادي النيجاتيف بتاعتنا مش هنغير حاجه، ونفتح براكت. مين البرودكت اللي عندك؟ C2H6. C2 دي اللي هي ايه؟ والله من الرسمه كده C ماسكه في C 350 بلس انا عندي 6 اتش ماسكين في سي، يبقى 6 في السي اتش اللي هي 410. اوكي هقفل البراكت بلس وافتح براكت تاني للرياكتنت. طب الرياكتنت ادي والله انت عندك سي اتش 2 سي اتش 2 يعني سي اتش مرتين وسي اتش مرتين، يعني ده 4 في الحاجه اللي اسمها سي اتش اللي هي 410. اوكي بلس انا عندي بقى سي دبل بوند سي اللي هي 610 ماشي، زائد عندي اتش ماسكه في اتش اللي هي 436. كده نبقى احنا كتبناها كلها. ونشوف على الكالكيوليتر الريزلت هتطلع كام. ما تنسوش البراكت عشان تطلع صح. تطلع على الكالكيوليتر دي. اوكي نشوف نمبر 7. Number 7 بيقولي the nucleus of an isotope of thorium contains 90 protons. Okay, what is the sample of thorium ده؟ قالي بس كده يعني مفيش معلومة تانية. 90 protons طب البروتونز دي الرقم اللي تحت، يبقى هي دي وانا بقى كده حلناه.
ندخل على number 8. Assessed by the table, what is the total heat released? إيه ده heat released؟ أنا عايزة Q. Okay. From the composite of a mixture formed of 100 gram of methane mesh مع 200 gram من liquid. Okay. طب الـ heat of combustion الـ delta H مديكو الـ delta H بتاعت الـ CH4 مديني كمان الـ delta H بتاعت الـ C3H8. قالي أوكي أعمل إيه بقى دلوقتي؟ طيب قالي تعالى نبص كده على الجدول. جدول مديني الـ delta H اللي خارجة لما أحرق ده ولما أحرق ده. طب أنا كنت قايلة لكم معلومة إنه الـ delta H هي Q بس the opposite time، يعني دلتا اتش هنا بالنيجاتيف فالكيو بتاع ده نفس الرقم بس بوزيتيف. دلتا اتش هنا بالنيجاتيف فالكيو بتاع ده نفس الرقم بس بالبوزيتيف. قال لي يعني انت مديني كيو وعايز كيو. قال لي او يبقى دي مساله بعمل فيها ريليشن. طب ايه تاني حاجه تاكد لك اليونت؟ حته خبيثه كده. المفروض اليونت بتاعت الدلتا اتش جول بير مول، هلك برجرام عشان يقول لك من الاخر كده لا تحسب نمبر اوف مولز ولا توجع في قلبك ولا حاجه، اعمل ريليشن على طول. تعالوا نشوف الريليشن هتتعمل ازاي. قال لي انا عندي ايه؟ انا عندي ال1 جرام من ال CH4 اهو CH4 بيديني 55.63. شلت يا ميس ليه النيجاتيف؟ عشان ده كيو عكس الساين. قالي اوكي طب ال 100 جرام يديني كام بقى من سي اتش 4 دي؟ قالي والله سهله على الكالكيوليتر تديك 5563. انت كده طلعت اول واحد. طب تاني واحد بنفس الطريقه ال 1 جرام من ال سي 3 اتش 8. يا ميس عرفتي منين ان هو جرام واحد؟ ما قالي برجرام في اليونت. طيب يبقى 50.45. يبقى انا عايزه اعرف ال 200 هتطلع لك كام؟ هتطلع لي على الكالكيوليتر الرقم ده. قالي حلو انا بقى عندي الكيو اللي هتطلع من هنا والكيو اللي هتطلع من هنا. طب حضرتك عايز ايه؟ قال لك انا عايز توتال، يعني 2 بلس بعض. اعمل ده الكيو اللي هنا بلس الكيو اللي هنا يديك الاجابه وتطلع الاجابه معاكوا. السؤال اللي بعده the number of nucleons. اوكي يعني ايه nucleons؟ يعني ايه اللي هو الماس نمبر؟ the radioactive element is 81. اوكي when its nucleus loses a positron. هو ايه هو البوزيترون؟ والله البوزيترون ده اللي هو البيتا بوزيتيف. قال لي a new element is formed its number of nucleons is. هتطلع بوزيترون يعني هتطرد بروتون، ساعتها الماس نمبر بتاعها هيكون كام؟ قالي اوكي احنا كده كده عارفين ان البوزيترون او البيتا يعني الماس نمبر بتاعها بصفر، فبالتالي مفيش اي تغيير هيحصل في الماس نمبر. يعني اجابه سي. هو ايه هو البوزيترون؟ والله البوزيترون ده اي بوزيتيف، يعني بيكون 0 و 1 مش نيجاتيف 1. بس انت كده كده ما كانش عندك الحته دي، فانت ما تعرفش غير ان البيتا بتاعتك بصفر. هو بيقول لك 81 ماينس 0 بكام؟ ما انت هتطلع هتلوس، يبقى تفضل 81 زي ما هي. ماشي ندخل على 10. 10 بيقول لي melting heat of ice بكذا، اوكي specific heat of water بكذا، كله ماشي يقول لك كالوري ماشي، evaporation heat of water بكذا. What is the quantity انا عايز Q of heat required to change 100 ده كده mass of ice at 0 سلسيس ده كده T into water vapor احولها ل water vapor at 100 سلسيس يبقى ده T2 ده T1. قالي اوكي انا كده عندي mass وعندي delta T، طب استخدم بقى اي specific heat. طيب طبعا لما نبص للمسألة كده هنلاقي نستخدم اي specific heat. طيب يعني انا عندي delta T بس استخدم اي specific heat؟ وبعدين هو ينفع احول من ايس لووتر فيبر على طول؟ طب السؤال الثاني specific heat بيبقى ليها جول بر جرام دوت سلسيس، يعني
يعني دي الوحيدة اللي specific heat، لكن دولت شايل منهم السلسيوس. قال لي اه يبقى احنا كده عندنا 3 كيو. ايه 3؟ اه اول واحدة دي هتطلع لي كيو الاولانية. كيو الاولانية دي بتاعت ايه؟ melting heat of ice. انا هسيح الايس الاول، يعني هعمل ايه؟ قال لي هعمل ماس في سي. ميس شلنا ليه دلتا تي؟ ما هو شالها لك اهي من اليونت، يبقى بالتالي الماس 100 تايمز السي اللي هي 79.9. وهنا بقى ما اسمهاش سي، هي اسمها يعني الهيت الحراره على طول، لكن مش بنقول عليها سبيسيفيك هيت لان هي مش كامله. قال لي اوكي نعمل الريكومند دول على الكالكيوليتر تطلع 7909. ده كده ايه؟ قال لي ده كده الكيو الاولانيه. طب الكيو الثانيه؟ قال لي دي سبيسيفيك هيت عادي، يبقى عادي اعمل ام سي دلتا تي. حلو، انت عندك الماس اهو، السي هو مديها لك اهي، ودلتا تي عندك اوريدي تي 1 وتي 2، وشوف هتطلع معاك بكام. خليني اوضحها كده، انا كده طلعت الكيو الاولانيه ب 7990. الكيو الثانيه قلنا هنعمل ام سي دلتا تي عادي جدا، الام ب 100، السي ب 1، الدلتا تي ب 100 ماينس 0، على الكالكيوليتر تطلع 10000. قال لي اوكي نجيب بقى كيو 3. كيو 3 ده شايل منها الدلتا تي برضو، عادي جدا. يعني هنعمل ايه؟ الماس في السي. طب الماس بتاعنا 100، ما ورناش غيرها في السي اللي هي 540، يبقى برضو هضرب ال 100 في 540، تطلع الاجابه معاكو 54000. قال انا كده طلعت الكيو. طيب اخد اي واحده منهم بقى؟ هناخد التلاته. يعني ايه ان انا نعمل كيو 1 بلس كيو 2 بلس كيو 3؟ تطلع الاجابه معاكو دي. السؤال ده تريكي شويه للامانه، يعني ما جاش كتير وممكن مش بالسهل، بس كل اللي انا بقوله لك انه اهم حاجه اليونت. يعني فوق لما قال لي بالجرام خليني اشتغل 1 جرام على طول. لو انت ما كنتش خدت بالك من الجرام دي كنت حالت نفسك في نمبر اوف مولز، وهو اصلا مش مديك الاتوميك ماسز، تسحي نفسك في قصة كده كبيرة. وهنا برضو عشان مش مديني دوت سلزيس، يعني شال دلتا تي من حساباته، فانا كمان شلتها وهكذا. فركز قوي في القانون. طيب تعالوا نشوف نمبر 11. بيقولي from the reaction، ماشي والله انا كان عندي نيوترون ضربت بي اداني 2 بلس نيوترون. اه هو ده كده ايه؟ والله ده كده فيجن. كنا عمالين نقول فيجن على وزن ديفيجن، اسمه طب هما اتقسموا الاثنين اهو. قال لي and by knowing the masses اداك الماس بتاع ده اللي هو قبل السهم، يعني ده بتاع بعد السهم، ده بعد السهم، وده اللي هو قبله وبعد. قال لي what is the quantity of energy released from this reaction؟ energy، عايز يعرف الانرجي اللي طالعه بكام؟ الانرجي قانونها ايه؟ والله قانونها ماس فاكت تايمز 931. فين الماس ديفكت بقى؟ قال لي الماس ديفكت النهاية ماينس البداية. يعني ايه؟ برودكت ماينس رياكتنس؟ لا ده ده الكبير. طب نعمل الرياكتنس ماينس البرودكت ويلا بينا نشوف. قال لي يلا نجيب بقى زي ما قلنا الماس ديفكت، بنعمل الرياكتنس ماينس البرودكت، قلنا عشان رياكتنت بتطلع جزء منها في انرجي، ما علينا ايكوال. يلا رياكتنت بكام؟ قال لي طيب هو الماس بتاع رياكتنت ايه؟ حضرتك عندك اليورانيوم ب 234.9933 بلس عندك كام واحدة من النيوترون؟ هو واحدة، واداك الماس بتاعها. اوكي ماينس افتح البراكتس برودكت. اوكي عندي كريبتون اللي هو 91.9064، الكلام ده كله بلس الباريوم وهو مديهولك 140.8836 بلس. قال لي انا عندي 3 من النيوترون، المره دي هنضربها في 3 وبس كده، وتشوف الماس ديفكت ده هيطلع معاك كام على الكالكوليتر.
قال لي اوكي انا كده طلعت الماس دي فاكت. طب القانون بتاعي كان بيقول لي ايه؟ بايندينج انرجي او الانرجي يعني بتساوي الماس دي فاكت تايمز 931. يبقى كل اللي هتعملوه تضربوا الرقم اللي احنا طلعناه ده في 931 تطلع الاجابه معاكو سي. يلا بينا ندخل على 12. بيقول لي on dissolving 28 grams ده كده ماس of potassium hydroxide in water to form. إذا يميز to form يبقى باخد الماس ده. طب 1 liter يعني إيه؟ يعني 1000 gram. اتفقنا عليها بقى. The temperature has risen by okay ده كده delta T. إداني delta T على طول. بيقول لي what is the molar heat of solution of potassium hydroxide. مولر هيت يعني عايز دلتا اتش. طيب انا كده اعرف اجيب ايه؟ والله دلوقتي احنا نعرف نجيب الكيو. الكيو بتساوي ايه؟ الكيو بتساوي ماس دوت سي دوت دلتا تي. قال لي اوكي الماس بتاعنا بكام؟ 1000 جرام. قلنا طالما تو فورم هاخد اللي بعدها تايم سي دي سولوشن او ووتر ب 4.18 الدلتا تي 6.89. يبقى ده تعويض مباشر على الكالكوليتر طلعت بالرقم ده. قال لي اوكي انا عايز دلتا اتش. يعني ايه دلتا اتش حضرتك؟ يعني نيجاتيف كيو اوفر ان. طب انا طلعت كيو بس لسه الان. طب ومالي مطلع ان؟ قال لي ان ماس على مولر ماس. طب ماس على بتاع مين بقى؟ بتاع البوتاسيوم هيدروكسيد بتاع الحاجه اللي انت هتذوبها. الماس عندك 28 بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو KOH يبقى ال K 39 ال O ب 16 وال H ب 1 هو مديلك كل حاجة. كل اللي هتعمله ان انت هتعوض. تمام كده هنعمل ايه؟ خلاص هنعوض نيجاتيف وادي الرقم اللي احنا طلعناه بتاع ال Q over 0.5 يطلع اي حاجة. المهم هو هيطلع جول. خلي بالك بقى هيطلع جول وانا عايزاه كيلو جول. فهعمل جول ديفايدد وهتلاقوا الإجابة على الكالكوليتر هتطلع. اوكي سؤال 13 بيقول لي L و M و N are 3 elements ومديني الماس نمبر بتاعهم. يعني مديني الرقم اللي فوق اللي هو A بتاع كل واحد فيه. قال لي if you know that the atom of element 92 electrons. هو ايه 92 ده؟ ده زد حضرتك ده الرقم اللي تحت. electrons هي protons. ايه ده؟ والام كمان 92 يعني ده زد. يعني كده زد في ال وام واحد. يبقى ال وام دول ايزوتوب. ادي بس ان انا مديلك النيوترون. هو احنا النيوترون ده كنا بنحسبه ازاي؟ بينط من فوق لتحت. يعني لما اعمل اللي فوق ماينس اللي تحت يديني نيوترون. طب انا عايز اعرف الزد بكام؟ خلاص اعمل اللي فوق ماينس النيوترون وشوف بقى بيطلع كام. بيطلع ب 94. قال لي لا ان ده مش معاهم. بيقول لي مين التو ايزوتوبس؟ والله ان وان هم دول التو ايزوتوبس. اوكي 14 بيقول لي ان terms of the reaction بيديني reaction. شكرا. which of the following it's delta hf equals 0 of its formation ب 0 ده امتى ده؟ قلنا في حالة الالمنتس فقط. حالة الالمنتس هي اللي بتديني دلتا اتش بزيرو. طب مين element؟ نيك هو واحد لوحده مفيش غيره. يبقى الإجابة ايه؟ 15 وآخر سؤال في التشويز بيقولي the change in heat content can be measured or calculated by using. عشان أعرف ال change in heat الدلتا يعني أستخدم ايه؟ أستخدم هاس لو أونلي ولا استخدم كالوريمتر ولا هس وكالوريمتر ولا ثرمومتر؟ طبعا الاثنين اقدر استخدم هس واقدر استخدم الكالوريمتر. ويلا بينا نحل الاسئله. اسئله الاسئله والله مش صعبه خالص. احنا بنعمل فيها نفس كل حاجه نفس الستبس. بيقول لي the quantity of heat produced from the combustion of شكرا ده ماس. مولر ماس بكذا شكرا. Raises the temperature of unknown mass of pure water by علت ال temperature بتاعت ال water بكذا. يعني دي delta T بس بتاعت ال water. And knowing that the standard heat of combustion of glucose ال delta H بتاعت ال glucose بتساوي كذا. أنا عايز الماس بتاع ال water.
كده انا مش فاهم مين رايح لفين. فبره احنا نمشي واحده واحده. بيقول لي انا مدي لك ماس بتاع الجلوكوز، مدي لك مولر ماس بتاع الجلوكوز، مدي لك دلتا اتش بتاعت الجلوكوز. طب ما يعني ماس ومولر ماس، يبقى انا كان مديك نمبر اوف مولز ومديك دلتا اتش، يبقى انت تعرف تجيب الكيو. حاجه قانون كان بيقول لي دلتا اتش بتساوي نيجاتيف كيو على ان. هات ال ان، والله ال ان بتساوي ماس اللي هو 1.3 على مولر ماس اللي هو 180. كده اعرف اجيب النمبر اوف مول في كل ده بتاع الجلوكوز. انا ماليش دعوه بالووتر خالص لحد دلوقتي. قال لي اوكي، بعد ما طلعت النمبر اوف مولز انا عايزه كيو، فالدلتا اتش بتاعتك هو مديها لك بنيجاتيف 2816. النيجاتيف كيو زي ما هي هي، والان طلعت ب 7.2 تايمز 10 بوينت نيجاتيف 3. انا كده اعرف اجيب الكيو. شفت كم تديك الكيو؟ طيب نجيب بقى الكيو بالجول. طبعا كالعاده بشيل الكي وبكتب 1000، تطلع الاجابه معاكم بالشكل ده. انا كده طلعتها. قال لي حلو جدا، احنا عايزين ايه؟ عايزين الووتر. الووتر بقى انا هطلعها ازاي؟ اوكي، يعني عذرا على عطل الصوت اللي حصل في النص ده. طيب نرجع تاني، انا هطلع الكيو ازاي؟ انا هكتب في المساله هنا بدل ما اجيب بلانك بيج. فيلا بينا. هو قال لي ان الكيو دي اللي زودت التمبريتشر بتاعت الووتر بكذا، يبقى انا هستخدم الكيو دي للووتر برضه. ما هي هي، فماس سي دلتا تي. ليه عملنا كده؟ لو رجعت للسؤال تاني هتلاقيه قال لك ان الكوانتيتي دي هي اللي زودت الحراره بتاعه الميه. قال لي اوكي، طيب نمشي واحده واحده بقى. الكيو احنا طلعنا الرقم بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهو. الماس والله ما اعرفوش، انا عايزه ماس. طيب حلو. طيب دلتا تي، قال لي والله السي ب 4.18 والدلتا تي انا مديها لكم 24.3. كده نبقى عملنا كل حاجة، ناقص ان احنا نطلع الماس بتاعنا بكام. يطلع الاجابة معاكو 199.61 طبعا جرامز. وكده نبقى حلينا سؤال 16. تعالوا نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقولي why doesn't the number of nucleons change upon the emission of gamma rays؟ حلته كتير جدا. وشكل الجاما ايه؟ قلنا والله زيرو زيرو، يعني الجاما ريز دي هي ايه؟ والله دي فوتون، دي الكتروماجناتيك ويف. حتى لو ما كتبتش الكتروماجناتيك ويف، المهم تكتب ايه؟ والله المهم اكتب اللي هي ويز نو ماس، ملهاش ماس وملهاش تشارج. وعشان كده لما بتطلع من اي حاجه مش بتغيرها. وكده نبقى خلصنا اول امتحان. هنحلوا مع بعض.